ساحر السينما الصامتة ومخترع الخدع السينمائية جورج ميلس، ويبقى الأثر. في الثاني من مايو أيار عام 1902 عرض أول فيلم خيال علميا في العالم، وكان بعنوان رحلة إلى القمر. كان هذا الفيلم سبب انبهار الكثير من المشاهدين الذين رأوا لأول مرة تلك المشاهد المركبة والعجيبة التي صنعها الفنان وملك ألعاب الخفة والمصور الملقب بساحر السينما الصامتة جورج ميلس. ولد المخرج الفرنسي جورج ميلس عام 1861 لأسرة فرنسية ميسورة، فقد امتلك والده أحد أهم مصانع الأحذية الفرنسية في ذلك الوقت، ولكنه بسبب عشقه للرسم والصور والإبداع وكل ما هو غير تقليدي، فقد باع حصته في المصنع لإخوته وسافر إلى إنجلترا ليتعلم الإنجليزية وفنون خفة اليد والخدع. وعند عودته لباريس قام بشراء مسرح روبرت هودن في العاصمة الفرنسية عام 1888 ليقدم من خلاله عروضه السحرية جورج ميلس. تأثر ميلس كثيرا بالكاميرا المتحركة التي ابتكرها الأخوين لوميير عام 1895، فسارع بإنشاء استوديو خاص به وبدأ بإنتاج أفلام كانت بمنتهى الغرابة، فقد كانت تتميز بعرض أوهام وخدع ذكية، وساعده في ذلك قدرته الكبيرة على الرسم وابتكاراته المسرحية ليضع اللبنة الأولى في أساسيات فن الخدع السينمائية والمونتاج، فقد ابتكر تقنية تايم لابس والجامب كات، وهو أول من استخدم خاصية الديزولف. ويبقى الأثر. بعد إنتاج 500 فيلم سينمائي قصير، تعرضت أعمال ميلس في النهاية للتعثر بسبب قيام الحرب العالمية الأولى، مما أدى إلى كساد عمله ودخوله في فترة حزينة كئيبة، وكذلك تم سرقة بعض أفلامه وعرضها دون معرفة منه في الولايات المتحدة الأمريكية، مما تسبب في العديد من الخسائر التي لحقت به. ولكن الجانب المشرق من الأمر أن ميلس قد نال بعض التكريم قبل رحيله، وذلك بتلقيه وسام الشرف قبل أن يختفي في العام 1938 بسبب الإحباط والاكتئاب، ومات في نفس العام جورج ميلس. ويبقى الأثر. في العام 2011 تم إنتاج فيلم هيوغو الذي يعرض مسيرة ميلس، وعلى الرغم من أن الفيلم لم يتعرض لحياته كاملة بل كان التركيز فيه أكثر على حياة الفتى اليتيم هيوغو، إلا أنه أحيا التاريخ المنسي لجورج ميلس ونقل حياته من مجرد صفحات في الأرشيف الفني الفرنسي لنسخة حقيقية ذات روح تلهم الأجيال الجديدة التي لا تعرفه أبدا. ويبقى الأثر.